إلى الشأن الفلسطيني، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الوضع الحالي في فلسطين أمر لا يمكن احتماله، وأن تحقيق السلام يتطلب قرارا حاسما من إسرائيل يقضي بوقف فوري للاستيطان والاعتداءات المستوطنين تجاه الشعب الفلسطيني. جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس الفلسطيني ونظيره الروماني في مقر الرئاسة في مدينة رام الله المحتلة، ناقش خلاله المستجدات على الساحة الفلسطينية. نجدد ترحيبنا بالأفكار الفرنسية الداعية لعقد المؤتمر الدولي للسلام وتشكيل مجموعة دعم دولية وخلق آلية فعالة ومتعددة للعمل على تنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. استمرار الوضع الحالي لا يمكن احتماله، وأن تحقيق السلام والأمن والجوار الحسن بيننا وبين إسرائيل يتطلب قرارات حاسمة من الحكومة الإسرائيلية بالتجميد الفوري للاستيطان ووقف أعمال المستوطنين.